مؤسسة الرفاه للصابون الحرفي، يعني بنعمل صابون علاجي حتى بزيت الزيتون الطبيعي اللي بنعصره السنة، ومنضيف عليه الزيوت الطبيعية لكل صابون. عملنا ثلاث أنواع: الصابون العطري اللي ما بيأذي لا البيبي ولا أي حتى صبايا، لأنه فيه زيت الورد الأساسي والفيتامينات الإي والدي. تشجعنا بما أنه قالوا لنا نجي على سوريا من بابين، باب انه نحن منشجع سوريا كمان لتقوم على اجريها. ونحن طبعا تعرف يعني ما بده من يقول اهل الجنوب بنحب كتير سوريا، ومن باب تاني حبينا انه الشعب كمان يتعرف على هيك نوع من صابون صادق وسليم. نحن شركتنا شركة التريدينج، نحن مساعد التجار السوري تستطيعون تعملون تصدير من إيران إلى هون، استيراد من إيران إلى هون. نحن فرحنا بهذا اللقاء، وإن شاء الله سنة جاي نستطيع مجدد شوف التجار وناس سوري إن شاء الله. نحن في دولة فلسطين في كل عام من أول ما بلش معرض دمشق الدولي في الـ 54 لحد الآن لم تنقطع دولة فلسطين عن المشاركة في المعرض، وبذلك اقتصرنا على المشاركين الموجودين في سوريا، وهي عبارة عن أشغال يدوية وتطريز والثوب الفلسطيني التقليدي الذي تلبسه المرأة الفلسطينية. جينا مشاركين في معرض دمشق الدولي كشركة وكممثلين لدولة السودان. هنا عملنا زي اتفاقيات مع إدارة المعارض الخارجية هون، عملنا مذكرات تفاهم، وعملنا من أجل يكون في تبادل تجاري واقتصادي، تبادل معارض معانا يعني مع بعض. الهدف من زيارتنا هنا لوقوف بجانب الشعب السوري، وعرضنا هنا من خلال الآثار صور عن تشير إلى آثار أفغانستان، ليس كما يدعون بأن أفغانستان مدمرة أو كما يقولون بالسورية أن سوريا مدمرة. جئنا هنا نقول لك هذا الأعلام المزيف نحن لا نستقبله، والشعب السوري والشعب الأفغاني يعلم هذا الكلام، بأننا لدينا تاريخ وثقافة ولدينا لباس عروض فلكلوري لللباس الوطني الأفغاني، وعرضنا أفلام وثائق عن أفغانستان، آخر تطورات في أفغانستان من خلال البنى التحتية من مطارات. لدينا الآن طائرات تقلع في جميع قارات العالم، ولدينا سكك حديدية، ولدينا جسور، ولدينا طرق. هذا الشيء لم يكن في أحداث في زمن الحركة الإرهابية طالبان. كانت جولتنا على أبرز المشاركات العربية والأجنبية بمعرض دمشق الدولي بدورته 60 من قناة 963. وعز الشرق أوله دمشق.